منذ بريكزيت وجائحة كورونا وصولا إلى تداعيات حرب أوكرانيا، تتخبط بريطانيا داخليا، فأزمات التضخم والغلاء وتدني مستويات المعيشة تضع ساسة البلاد تحت المجهر. وأمام تلك الوقائع يتخوف البريطانيون من خروج الأزمة الاقتصادية عن السيطرة. إلى برنامج الرابط، أهلا بكم. إذن وبحسب دراسة بريطانية جديدة، فقد بات الجوع الوضع الطبيعي لملايين الأشخاص في المملكة المتحدة، التي تشهد ارتفاعا غير مسبوق في أسعار المواد الغذائية. وعلى كل ذلك نتساءل، إلى أي مدى تسببت سياسات بريطانيا الخارجية خصوصا بريكزيت وتداعيات حرب أوكرانيا في تردي الأوضاع؟ وما خيارات حكومة ريشي سوناك لتجنيب البلاد كارثة اقتصادية في ظل أزمة التضخم وغلاء الأسعار؟ اشتدت الأزمة الاقتصادية في بريطانيا، فأصبح الفقر وضعا طبيعيا لملايين الأشخاص في البلاد، وسط انحسار حلول ارتفاع التضخم بزيادة أسعار الفائدة. واقع جعل أغلبية البريطانيين يفكرون بالتراجع عن بريكزيت والعودة إلى تكتل أوروبي يواجه بصورة جماعية تحديات الاقتصاد المتفاقمة في ظل الحرب الأوكرانية المستمرة. لا تخفف علاجات رفع الفائدة من تداعيات كبح التضخم في بريطانيا. يتدخل بنك إنجلترا 13 مرة لتحقيق هدف حكومة ريشي سوناك بخفض التضخم إلى 5%، لكن المعدل يبقى عند حدود 8.7%. تتعثر الحلول في مدينة الضباب والتخبط الاقتصادي، فيصبح الجوع وضعاً طبيعياً لملايين البريطانيين. تقول أحصاءات جامعة ساسكس، تكبر الأزمة وتتضاءل الحلول، فيقع 14% من سكان بريطانيا في الفقر الغذائي، ويلجأ الكثير منهم لأكثر من 2000 بنك يقدمون الوجبات للمحتاجين. أرقام لا نهائية، وسط استمرار الأزمة المرشحة للتفاقم بشكل أكبر مع اضطرار المؤسسات البنكية البريطانية لرفع أسعار الفائدة على القروض، خطوة ستسبب بخسارة 20% من البريطانيين من إجمالي دخلهم الشهري لسداد أقساط ديون قروض شراء بيوت. تلك القروض التي استدانوها إبان جائحة كورونا بفائدة 1%، وبات عليهم تسديدها وفقا لنسبة 6% وربما أكثر. أزمة في الاقتصاد تجعل أغلبية الشعب البريطاني يشعر بالندم السياسي على الانفصال عن الاتحاد الأوروبي، فالإحصاءات تشير إلى أن نحو 59% منهم أصبحوا يطالبون ببريغرات للتكفير عن خطأ بريكزيت، خطأ يقول معارضوه الجدد أنه كلف بريطانيا ارتفاعا أسرعا للتضخم بنسبة أكبر عن منطقة اليورو التي سجلت 6.1% في مؤشرها. ليس ذلك فحسب، بل يرى هؤلاء أن بريكزيت رفع الأسعار بمعدل 4% بسبب الحواجز الجمركية على أقرب الشركاء، واستبدل نظام السوق الحرة المرن بآخر يشوبه البطء. يحدث كل ذلك بسبب خيار الانسحاب من بروكسل، لكن الغزو الروسي وتداعياته على الاقتصاد لم يكن خيارنا ولم تتوقعه بريطانيا، لكنها تتعامل اليوم معه وحيدة خارج تضامن وتكافل التكتل الأوروبي. واقع ربما يمهد لبريغرات ويجعل ساعات بيج بن التي دقت يوم الانفصال عن الاتحاد الأوروبي تعود بعقاربها للوراء. إذن مشاهدينا الكرام، أعود وأذكر بسؤالي حلقة الرابط في هذه الحلقة، وهي إلى أي مدى تسببت سياسات بريطانيا الخارجية خصوصا بريكزيت وتداعيات حرب أوكرانيا في تردي الأوضاع؟ وما خيارات حكومة ريشي سوناك لتجنيب البلاد كارثة اقتصادية في ظل أزمة التضخم وغلاء الأسعار؟ اسمحوا لي أن أرحب بمن سيلتحق بتباعا في مناقشة محور وعنوان حلقة هذه الليلة من كارديف، البروفيسور بول موركريفت، وهو مدير مركز تحليل السياسة الخارجية في لندن، وأيضا
من بروكسل السيد جيمس موران، وهو المسؤول السابق في الاتحاد الأوروبي والزميل الأول المشارك في مركز دراسات السياسة الأوروبية، وسينضم إلينا من شفيلد الدكتور مايكل جاكوس، وهو أستاذ الاقتصاد السياسي في جامعة شيفيلد. أهلا وسهلا بكم جميعا. أبدأ بضيفي من كاردف بروفيسور بول. يعني اليوم عندما نتحدث عن مثل هذه الأزمة، نتحدث عن سياسات بريطانية ربما تأتي في ظل أزمة اقتصادية عالمية، وأيضا خروج لبريطانيا من بريكزيت وتداعياته، وأيضا الحرب الروسية على أوكرانيا، إلى أي مدى كل هذه الأوضاع بالفعل تسببت في تردي الأوضاع المعيشية داخل البلاد، أم أن الأزمة العالمية التي وصلت إلى كل بلدان العالم قد يرمى عليها بالسبب الرئيسي في ذلك؟ هناك أسباب أخرى، ولكن يجب أن نقول بأنه عندما وصفتم في تقريركم بريطانيا كان يبدو بأنها مبالغ فيه إلى حد كبير وأن الفقر مدقع، ولكن هذا ربما غير صحيح. الناس يعيشون في مستوى جيد، هناك مشكلة نعم تحدثتم عنها. اسمح لي، نحن أوردنا دراسة، لم نتبنى وجهة النظر، هذه دراسة نحن وردناها، تفضل. نعم أتفهم ذلك، ولكن ربما أن هناك مبالغة في هذا التقرير أو في وبالتأكيد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كان لديه آثار كبيرة، وهناك الكثير من الناس الذين يندمون على هذا القرار، ولكنه ليس موقف حزب العمال الرسمي، حتى حزب العمال لا يريد العودة، فهذا قد مر. معظم الناس يتقبلون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وبالتأكيد كان الموقف صعبا بسبب الجائحة وبسبب الحرب الأوكرانية، وأنا أعرف أن ما حدث في أوكرانيا كان لديه أثر كبير على الجوع وغيرها من الأوضاع الاقتصادية المتردية. طيب إذا أردنا أن نتحدث عن الخيارات الآن أمام حكومة ريشي سوناك، إن كنت تؤمن بأن كثير من الظروف هي من أوصلت البلاد لما هي عليه، حتى وإن كانت ليست الأزمة شديدة كما تقدم أنت من رأي، ولكن يجب على حكومة ريشي سوناك أن تتعامل مع هذا الوضع، لأن الأزمات الاقتصادية تتفاقم بشكل أو بآخر. يمكننا القول أنه كان هناك سلسلة من الاضطرابات السياسية عندما قام بوريس جونسون، وهو العقل المدبر لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بالاستقالة، ولكن معظم الناس يقولون في القطاع المالي أن رئيس الوزراء الحالي ريشي سوناك قام بإحداث استقرار أكبر. طبعا التضخم مرتفع في شتى أنحاء العالم، ربما أقل في بعض أجزاء أخرى من أوروبا، ولكن من الواضح أيضا أن هناك مشكلات أخرى، من المشكلات أخرى متعددة بعضها يمكن حلها. تحدثتم في مقدمة عن مشكلة القروض والديون، وهي ربما والرهون العقارية ليست كما كانت منذ 30 عاما، لذا هناك صعوبات مالية، ولكن هناك استقرار إلى حد كبير. أنا لست من حزب، لا أؤيد الحزب الحاكم حاليا، ولكن أعرف أنه على الأقل يتخذ إجراءات صحيحة، وما فعله بوريس جونسون بعد الغزو الروسي ترتب بشكل كبير عليه صعوبات وتعقيدات أخرى في خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لذا هناك جوانب إيجابية وأخرى سلبية. بعض الناس يقولون أننا تمكنا من حل مشكلة التطعيمات بسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وهناك مشكلات ربما أكثر تعقيدا، ولكن بريطانيا الآن إلى حد كبير وإلى حد معقول مستقرة مقارنة بدول أخرى كثيرة، لذا الوضع ليس سيئا، وكل الأمر سيعتمد على ما سيحدث
سيحدث في روسيا. هذا الأسبوع كان يبدو أن هناك سيكون تغيير في الحكومة، وربما يتم السيطرة على البلاد من يميني متطرف، ولكن الأمر كما قلت الجانب الاقتصادي بشكل رئيسي يعتمد على الحرب الكبرى التي يتم شنها في أوروبا. طيب، لنتعمق أكثر ربما في تفاصيل الدراسة التي أوردناها في بداية هذا النقاش في هذه الحلقة، أذهب إلى مراسل الشرق من هناك من لندن تامر نجم. تامر، يعني في بداية هذه الحلقة أوردنا تفاصيل لدراسة تحدثت عن أن الجوع هو الوضع الجديد لملايين البريطانيين. أنت في لندن، هل بالفعل هذه الدراسة دقيقة، وإن كانت هناك أيضا ملامح لها هي بنسبة كم ربما تكون، حتى نأخذ هذا الحديث منك ويكون محور لنقاشنا في هذه الحلقة؟ نعم هاني، هذه الدراسة هي امتداد لسلسلة من دراسات عديدة وبيانات اقتصادية واردة من أكثر من منظمات بحثية تؤكد الحالة الاقتصادية التي يعيشها المواطن البريطاني في ظل ارتفاعات قياسية لأسعار الغذاء تحديدا، التي هي الأعلى عليها، وصلت إلى مستويات هي الأعلى منذ أكثر من 40 عاما. المواطنون البريطانيون هنا يعانوا بشكل كبير، وهنالك جهود كبيرة من الحكومة البريطانية لمحاربة هذا التضخم الكبير. رأينا البنك المركزي البريطاني يرفع أسعار الفائدة ويعلن شعار مكافحة التضخم وكبح جماح هذا التضخم. بالتأكيد هنالك تداعيات كبيرة لخروج بريطانيا من الاتحاد البريطاني تلقي بظلالها على هذه الأرقام وعلى هذا الوضع الذي وصلت إليه الأمور هنا في المملكة المتحدة، وذلك في ظل عدم وجود سلع غذائية كثيرة ونقص كبير في العمالة المدربة التي من شأنها رفعت أسعار السلع أو الخدمات المقدمة، وعدم وجود السبلاي ليس بالشكل الكافي، لذلك وصلنا إلى هذه الارتفاعات السعرية. وهنالك ضغوط كبيرة الآن على الحكومة البريطانية والسيد ريتشي سوناك رئيس الوزراء، حيث كان عندما تولى منصبه في يناير الماضي كان تعهد بخفض أسعار التضخم للنصف، ولكن الآن أو ما نشهده الآن أن البنك المركزي البريطاني يجدد في الاتجاه المعاكس ويرفع أسعار الفائدة ويتلقى دعم كبير من الحكومة في ظل وجود انتقادات حادة من البرلمان بشأن هذا الخصوص. ونرى في الشارع يوميا هنالك إضرابات واضطرابات من معظم النقابات العمالية في المملكة المتحدة تطالب برفع الأجور وتحسين الحالة المعيشية. هاني، شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات. تامر نجم مراسل الشرق كنت معنا من لندن. طيب، نذهب إلى ضيفنا في هذه الحلقة أيضا من بروكسل، يلتحق بنا الآن السيد جيمس موران وهو المسؤول السابق في الاتحاد الأوروبي. أهلا وسهلا بك سيد جيمس. يعني أريد أن أسألك يعني عن نظرتك لما تعيشه بريطانيا الآن من أوضاع اقتصادية، هل بالفعل هي أوضاع خطيرة وتحتاج لكثير من الخطوات ربما الجريئة والمتسارعة، أم أن الوضع يمكن السيطرة عليه حتى على المدى ليس القصير ولكن حتى على المدى المتوسط؟ أعتقد أن الموقف في بريطانيا فريد من نوعه إلى حد كبير. التضخم بالتأكيد وارتفاع أسعار الغذاء هي مشكلة حقيقية تعيشها المملكة المتحدة، كانت لتحدث بغض النظر عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أو عدمه بسبب العديد من المواقف الصعبة التي تعرض لها الدول الأوروبية بشكل عام في الأسواق الدولية، ولكن بالتأكيد تضاعفت هذه الآثار بسبب الموقف المترتب على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. يجب أن نركز على أمرين: الضغوطات على الأجور الزراعية بسبب فقدان العمالة الرخيصة من الاتحاد الأوروبي بعد مغادرة بريطانيا. الاتحاد الأوروبي لم يصبح بإمكاننا الاعتماد على تحركات أو تنقل العمال من الدول المجاورة، وهذا أدى إلى رفع الأسعار في إنتاج قطاع إنتاج الغذاء.
وأيضا الأمر الآخر المتعلق بمشكلة الحدود التي حدثت منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والتي أثرت بشكل كبير منذ ذلك الوقت بسبب منذ بدءا من شهر أكتوبر هذا العام سيسوء الوضع أفضل بسبب المشكلات المترتبة على ترتيبات أو تحضيرات متعلقة بإدارة الحدود والرسوم الجمركية ولا يوجد أي تدابير حالية للحكومة وبالتأكيد لا تسعى بروكسل لتقديم مساعدة في هذا الصدد لذا هذه ليست مشكلات على المدى القصير إنما المتوسط وحتى الطويل يجب حلها بأفضل طريقة وأفضل طريقة هي من خلال التفاوض ولكن الثقة معدومة في الحكومة بسبب الإرث الذي تركه أو خلفه السيد بوريس جونسون وتعاملت معه بروكسل بطريقة سلبية ومن جانب آخر بسبب الانقسام الحزبي بشأن هذه الإشكاليات أعتقد أن يجب الانتظار حتى الانتخابات القادمة لنرى ما سيحدث وأي من الطرفين سيتمكن من إحراز تقدم طيب يلتحق بنا الآن من شيفيلد دكتور مايكل جاكوبس وهو أستاذ الاقتصاد السياسي في جامعة شيفيلد دكتور أهلا وسهلا بك معنا في البداية ما هي نظرتك لواقع الاقتصاد البريطاني وإن كنا نتحدث عن الأسباب الرئيسية لما وصل إليه الاقتصاد البريطاني اليوم هل هي تداعيات بالفعل الخروج من بريكزيت بداية أم الأوضاع الاقتصادية التي يعيشها العالم أم تأثيرات الحرب الروسية على أوكرانيا؟ التضخم الذي تعاني منه المملكة المتحدة الآن وهو بالتأكيد ليس حالة خاصة للمملكة المتحدة وإنما لكل الدول الأوروبية ولكنه أعلى في المملكة المتحدة من معظم الدول الأوروبية الأخرى كان سببه الرئيسي هو ما حدث في أعقاب الجائحة عندما تأثرت سلاسل التوريد حول العالم وتم مضاعفته بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا والذي أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة في العالم والمملكة المتحدة كما هو الحال بالنسبة إلى أي اقتصاد آخر في العالم ارتفعت لديه أسعار الطاقة في العام الماضي كنتيجة للحرب و هذا كان ما أدى إلى زيادة التضخم ولكن التضخم الآن ليس بسبب ارتفاع أسعار الطاقة فهي في انخفاض وبالتالي ما يحدث الآن هو عدد من العوامل أو العناصر الأخرى التي تتسبب في ارتفاع نسبة التضخم بما فيها نقص سوق العمالة أكثر من الدول الأخرى وأيضا تداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي فأصبح من الصعب الآن التعامل مع أو الحصول على العمالة الأوروبية وهذا صعب عمليات الاستيراد والتصدير أيضا وأدى إلى ارتفاع الأسعار وكما قال ضيفكم السابق كنا نحصل على هذه العمالة من الدول الأوروبية الأخرى وهذا أدى إلى إساءة الموقف لذا المملكة المتحدة تعاني من نفس المشكلات التي تعاني منها الاقتصاديات العالمية الأخرى ولكن بطريقة أسوأ وهذا بشكل رئيسي بسبب تداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي طيب هذا فصل قصير مشاهدينا الكرام ومن بعده نتابع حلقة الرابط ابقوا معنا إلى برنامج الرابط أهلا بكم مرة أخرى اعترف وزير المالية البريطاني جيرمي هانت بوجود عيوب في التنبؤ الاقتصادي لبنك إنجلترا المركزي بعد أن فشل في السيطرة على التضخم جاء اعتراف هانت بعد أشهر من رفضه التعليق على أخطاء البنك في مواجهة انتقاد الاقتصاديين ونواب حزب المحافظين وأشار إلى أن نموذج بنك إنجلترا بحاجة إلى التحسين من كاردف أسأل البروفيسور بول يعني اعتراف وزير المالية اليوم البريطاني بوجود عيوب في التنبؤ الاقتصادي لبنك إنجلترا إلى ماذا يشير هذا الاعتراف بحسب رأيك؟ تقليص التضخم هو تحدي صعب للغاية وتحدث
عن عدة أساليب لتقليص الضغوطات الرهون العقارية. على سبيل المثال كان من خلال الضرائب منذ 20 أو 30 عاما، ولكن تم إزالتها لصالح الطبقة المتوسطة. لا يوجد الكثير من الأمور التي يمكن القيام بها، لأن أحد الأمور المتعلقة أن بنك إنجلترا أصبح مستقلا وليس بالضرورة يطغى عليه الطابع السياسي في زيادة هذه المعدلات والأسعار. لذا فإن وزير المالية يجب أن يتعامل مع هذا الموقف، ولا يوجد طريقة بسيطة. يجب أن يكون هناك نوع من العقاب، ولكن مع الانتخابات سيعاني الحزب الحاكم بشكل كبير. وأحد الأمور الفورية التي يجب القيام بها هو الضغوطات، وقف الضغوطات على الرهون العقارية، لأن بعض الناس يدفعون قسما كبيرا جدا من راتبهم ودخلهم الشهري لتسديد هذه الديون، ولكن هذا حدث من قبل، هذا ليس شيئا جديدا. عندما كانت ارتفعت نسبة الفائدة إلى 15%، وبالتالي نحن كنا في هذا الموقف في السابق، ولكن الآن هناك عدة عوامل أخرى متداخلة ناقشناها: خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، الحرب في أوروبا، وأيضا الجائحة. لذا لا يوجد حل سحري أو بسيط، وكما قال وزير المالية يجب أن تثقوا بنا، سنبذل كل ما بوسعنا. بالتأكيد الموقف محرج أن دولة متقدمة مثل بريطانيا تعاني من هذا الموقف، وأن هناك بنوك للطعام يقصدها ناس ربما لم يصنفوا سابقا من فئة الفقراء، ولكن هذا هو الوضع الذي نعيش فيه. هناك مشكلة ونقر ونعترف بها، وكما ذكرتم في الدراسة تحدثتم عن الإضرابات وغيرها، ولكن كلما ارتفع الطلب وكلما سيكون التضخم أكثر، لذا هذه الإضرابات ربما هي جزء من حملة سياسية للانتخابات، ولكن هناك تعقيدات وليس هناك حلول بسيطة، ولكن بشكل عام هناك استقرار في الحكومة أكثر مما كان هناك في السابق قبل السلوك الغريب من رئيس الوزراء السابق. واضح جدا دكتور مايكل، يعني أراك ربما تومئ برأسك، ربما تتفق وتختلف في بعض النقاط مع ضيفي من كارديف، ولكن أيضا أريد أن أضيف بأن محافظ البنك المركزي يقول بأن المهمة لإعادة التضخم لمستوياته الطبيعية مهمة ليست سهلة. هل هذا يعني بأن هذه الأزمة سيطول أمدها؟ وأيضا إن كنت تتفق أو تختلف أريد أن أسمع منك. يبدو أن التضخم سيبدأ بالانخفاض خلال العام القادم، هذا ربما توقع قد يكون أقرب إلى الدقة من التوقعات السابقة التي تم الإعلان عنها منذ عدة أشهر، لأن التضخم أصبح أكثر ثباتاً، وكما قلت ليس فقط مرتبطاً بمشكلة ارتفاع أسعار الطاقة، وهذا يجعل كما قال البروفيسور يجعل مشكلة التعامل مع الأجور مشكلة رئيسية، وهي مشكلة الآن صعبة جدا أن العمال يريدون زيادة الرواتب حتى يتم مضاهاة التضخم وألا يتم الإضرار بمستوى معيشتهم، ولكن بالتأكيد كل مرة يتم فيها رفع الأجور أكثر من معدل التضخم الذي نهدف إليه، هذا يساهم في تصعيب الموقف، مع استثناء واحد وهو رفع الأجور في القطاع العام. لذا العاملين في قطاع الصحة على سبيل المثال إذا حصلوا على زيادة في الأجور، وهم لا يحصلون عليها حاليا والكثير منهم في حالة إضراب، ولكن إذا حصلوا عليها هذا لن يساهم في زيادة التضخم، لأن خدمة الصحة في المملكة
المتحدة مجانية وبالتالي لا تساهم في التضخم، وهذا ينطبق على المعلمين والعمال الآخرين في قطاع العام. لذا هؤلاء العاملين يمكن منحهم زيادة في الأجور بدون زيادة التضخم، وأنا أتفق أن عدد الإضرابات التي شهدناها في المملكة المتحدة تساهم إلى أن الاقتصاد لا يعمل وأن الحكومة ليس لديها سيطرة، ومن وجهة نظر سياسية هذا هي المشكلة التي ستواجه الانتخابات القادمة. سيد جيمس، يعني وفق هذا الحديث برأيك إلى أي مدى هناك تعاون وتنسيق بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي في سياق هذه المعركة، المعركة الكبيرة التي يواجهها وتواجهها كل دول العالم ضد التضخم؟ يؤسفني القول أنه ليس من الواضح أن هناك تعاون كبير. اتفاقية التجارة والتعاون التي تم التوقيع عليها من فترة بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا هي اتفاقية ضئيلة وآثارها ضئيلة، ربما سيتم مراجعتها لتعزيز التعاون بين الطرفين، ولكن طالما أن هذه الحكومة المتحفظة موجودة في السلطة من الصعب أن يكون هناك ثقة بين الاتحاد البريطاني والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة. الإرث كما قلنا، الإرث التي تخلفته الحكومة السابقة، الكثير من الناس هنا في بروكسل وحتى في الولايات المتحدة يحاولون استعادة الثقة بشكل أكبر في المفاوضات بين الطرفين في المستقبل. كلا الطرفين يحتاجان، المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي على حد سواء، بسبب أهمية العلاقة التجارية والاقتصادية بالإضافة إلى الأمن والكثير من الإشكاليات الأخرى التي يحتاج الطرفين إلى التعاون بشأنها. عندما نتحدث عن التوقعات الاقتصادية يجب أن نتذكر ما حدث في السبعينيات، أحد الضيفين ربما يتذكر ذلك. كنت أدرس الاقتصاد حينها، وقال أحد الأمور بشأن التوقعات الاقتصادية: هناك أشخاص يعرفون وأشخاص أشخاص لا يعرفون وأشخاص لا يعرفون بأنهم لا يعرفون. وحينها أخبرنا في بريطانيا أن التضخم سينخفض هذا العام، ولم يحدث ذلك، ومن يعرف ما الذي سيحدث في الـ12 شهرا القادم. نعم هناك توقعات أو تنبؤات، ولكن أعتقد أنه سياسة الحكومة برفع أسعار الفائدة لن تجدي كما كان في السابق، ولكن ربما سيتم وقف حالة الاضطراب، وبالتأكيد كل حل إيجابي قد يكون له أضرار سلبية أيضا. دكتور بول، يعني في سياق التوقعات، على ماذا تستند هذه التوقعات برأيك، وأيهم الأقرب، أيهم سيكون واقع؟ لأن كما يقول ضيفي من بروكسل بأن كثير من التوقعات لم تصدق في الآخر. أتفق مع ما قاله ضيفيكما، أعرف أن من المفترض أن تكون مناقشة، ولكن كل ما قاله منطقي. وفيما يتعلق بالإحصائيات أو ربما البيانات، أحاول استخدام كلمات محايدة، التضخم كان من المفترض أن ينخفض كما وعدنا رئيس الوزراء السابق، وما زال أعلى من الدول الأوروبية الأخرى، وبالتأكيد سيكون هناك الكثير من التداعيات السلبية. أتذكر سابقا عندما تم إعادة الاستحواذ على منازل الناس، الآن تم تقديم تشريع أو سنة تشريع جديد يجب الانتظار لمدة شهر، وبالتالي هم يحاولون منع حدوث ذلك، أن يخسر الناس منازلهم، والكثير من الناس حتى لا يمكنهم شراء منازل جديدة لأنه لا يمكنهم الادخار، وبالتالي لدينا أزمة بشكل عام في قطاع العقارات والمنازل، والكثير من الناس يقولون بأن مشكلة البناء حتى تتعقد، والرهون العقارية وهذه المشكلة ستستمر لستة أو ثمانية أشهر أو ربما سنة. الأمر كله سيعتمد على معدل التضخم، ولا أحد يعرف كيف يمكن خفض مؤشر التضخم.
كما قلتم في التقرير وفي المناقشة في البداية، المشكلة في بريطانيا ليست الجوع وإنما البدانة، والأمر ذاته ينطبق على المنازل، فالناس يمكنهم أن يقوموا بالادخار الأكبر بدلا من التفكير في شراء منازل على سبيل المثال، وبالتالي سيكون هناك عقاب كبير جدا للحزب الحاكم في الانتخابات القادمة بسبب ذلك. طيب، هذا فاصل قصير مشاهدينا الكرام، ومن بعده نتابع هذه الحلقة من الرابط والنقاش فيها، ابقوا معنا. إلى الرابط، أهلا بكم مرة أخرى. بعد سنوات من الخلاف بشأن تنظيم العلاقات الثنائية، وقعت بريطانيا والاتحاد الأوروبي مذكرة تفاهم تتعلق بقواعد تنظيم الخدمات المالية. المذكرة الجديدة تحدد سبل تواصل أجهزة الرقابة المالية بين الجانبين بشكل منتظم، وكان من المقرر أن يتم الإعلان عن توقيع المذكرة عام 2012، ولكن خلافات بروكسل ولندن بشأن تراخيص الصيد أجلت الاتفاق. من جانب آخر، قفزت نسبة البريطانيين الراغبين في عودة البلاد للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2016، وذلك وفقا لصحيفة الجارديان البريطانية. الصحيفة نقلت عن استطلاع لشركة أوجيف بأن 85.2% من الأشخاص في بريطانيا من شأنهم أن يصوتوا الآن لإعادة الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. وأظهر الاستطلاع أيضا بأن البريطانيين أكثر تفاؤلا حيال مستقبل الاتحاد، لدرجة أنهم يثقون بالمفوضية الأوروبية أكثر من حكومتهم. بروفيسور بول، يعني بريطانيا والاتحاد الأوروبي وقعت مذكرة تفاهم تتعلق بتنظيم قواعد الخدمات المالية، برأيك ما أهمية هذا الاتفاق في هذا التوقيت بالتحديد، وهو الاتفاق المؤجل؟ لست خبيرا في هذا المجال تحديدا، ولكن من الواضح أن الكثير من الخدمات المالية خرجت من لندن، وبالتالي هذا له تداعيات كبيرة، وهذا ضعف جديد في الحكومة. وأنا أصف نفسي كشخص متعاف من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. بالتأكيد ذكرتم نسبة الأشخاص الذين يودون العودة إلى عودة بريطانيا الاتحاد الأوروبي، ولكن ما أفهمه والمشكلة السياسية الرئيسية، لماذا يستمع حزب العمال أو لا يستمع حزب العمال إلى هذه التصويتات ويقول أنه سيعود، أن بريطانيا ستعود إلى الاتحاد الأوروبي؟ لماذا لا يتم طرح استفتاء مثلا مرة أخرى؟ وهذه مشكلة تحدثنا عنها مثلا، مثل مشكلة إيرلندا الشمالية التي لم يتم حلها حتى الآن، وكانت خطأ كارثيا ارتكبه جونسون. الأمر يعتمد على الإرادة السياسية أولا، ثم مسألة الثقة التي ذكرت سابقا. أعتقد أن ريتشي سوناك لديه المزيد من الثقة أكثر من سابقيه، لذا الأمر سيعتمد على السياسة، سواء كنا نتحدث عن الخدمات المالية، مشكلة إيرلندا الشمالية. الكثير من الأمور تعتمد على بناء ثقة أفضل مع بروكسل، ويجب أن نقول أنه على الرغم من الغضب تجاه بوريس جونسون، ولكن العودة إلى فكرة الوحدة والاستقلالية، هناك فكرة أو توجه أفضل الآن لما يمكن لأوروبا أن تفعله الآن متحدة، سواء عسكريا أم سياسيا. أوروبا تجتمع وتتحد بطريقة لم يكن من الممكن توقعها سابقا بسبب الغزو الروسي. دكتور مايكل، ما أهمية هذه الاتفاقية ومبدأ التعاون في العموم على إن صحت العبارة كبح جماح مثل هذه الأزمات التي تحصل؟
This is a symbol that it is possible. من الممكن، هذا إشارة أنه من الممكن للاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة أن يتوصلا إلى اتفاقية بشأن إدارة الخدمات المالية بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي. نعم بالتأكيد هذا الاتفاق بسيط جدا، ولكن كما قال ضيفكم السابق معظم الأضرار حدثت حتى قبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فالكثير من الشركات التي كانت في لندن انتقلت أو نقلت عملياتها إلى فرانكفورت، والكثير من الشركات الآن في بقية أنحاء أوروبا قامت بالسيطرة على السوق وكانت مقرها السابق في لندن. لذا فإن قطاع الخدمات المالية والمشكلات فيه قد حدثت بالفعل، ولذا لا أتوقع أن مذكرة التفاهم ستحدث فرقا كبيرا، فمن الواضح أن هناك خسارة للاقتصاد البريطاني ومكسب للدول الأوروبية الأخرى التي نقلت أعمالها إلى فرانكفورت وباريس وأمستردام. ولكن هو مؤشر أنه الآن أصبح من الممكن التوصل إلى اتفاق على الأقل بشأن هذه الأمور البسيطة بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا. من وجهة نظر المملكة المتحدة فإن هذا يتعلق بتقليص المخاطر والأضرار التي ألحقت بالفعل بالاقتصاد البريطاني. وسأل ضيفكم السابق لماذا الآن لا يلتزم حزب العمال باستفتاء، والفكرة هو أنه تم إجراء تصويت من الحزب الديمقراطي في 2016، والكثير من الناس الذين صوتوا بمغادرة بريطانيا المتحدة الأوروبية لا يزالوا يريدون أو يدعمون وجهة نظرهم، على الرغم مما قلتم أن الكثير من الناس الآخرين الآن يفضلون لو أن بريكزيت لم يحدث. بالتأكيد 58% ليست نسبة كبيرة، ولكن هناك الكثير من الناس الآخرين الذين يشعرون بأن خيار المغادرة هو الخيار الصائب، والحزب العمال لن يجازف بخسارة هذه الأصوات من خلال إجراء استفتاء. وعلى أي حال الاتحاد الأوروبي لا أعتقد أنه لديه أي رغبة لإعادة انضمام بريطانيا مرة أخرى في وقت قريب، لذا لن يحدث ذلك على الأقل ليس قبل عقد من الزمن. سيد جيمس، يعني هل هناك أرضية من الممكن أن تعود بها بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي، أم تتفق مع ضيفي من شيفيلد بأنه بالفعل إن حدث ذلك فسيحدث بعد سنين طوال؟ ضيفكم من شيفيلد محق تماماً، لأن الأمر سيستغرق وقتا طويلا من الطرفين حقيقة، فالمشكلة هي الثقة التي ستتطلب وقتا طويلا لاستعادتها، والتي تأثرت بشكل كبير منذ الاستفتاء منذ 6 سنوات تقريبا. بالنسبة للمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، وأنا شخص عملت 40 عاما في الاتحاد الأوروبي، ولكن أنا مواطن بريطاني لذا أرى الطرفين بوضوح. فيما يتعلق بإعادة انضمام بريطانيا للاتحاد الأوروبي، هذا ليس من ضمن جدول أعمال الحكومة البريطانية، وذكر ضيفكم الأسباب لذلك، لأن حزب العمال الآن في موقف يكون فيه البنك الأوروبي أنه سيفعل أي شيء لإنقاذ اليورو. أعتقد الآن أن حزب العمال سيفعل أي ما بوسعه لإنقاذ الموقف ولإعادة انتخابه، لأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لم يكن مشروعا اقتصاديا، وإنما كان مشروع سياسي بحت. الكل كان يعرف ذلك، حتى بوريس جونسون وكل من غادر الحملة الانتخابية كان يعرف أنه مسعى سياسي. لذا الأمر أكثر من الاقتصاد، وستستغرق الثقة وقتا طويلا. ولكن هناك عدد من الأمور الأخرى التي يمكن القيام بها على عكس ما يمكن للحكومة المتحفظة أن تقوم به خلال السنوات القادمة، هو مثلا الاتفاق بشأن أسعار الغذاء، هي غير موجودة، و هذه مشكلة متعلقة بتصدير الغذاء واستيراد الغذاء. المشكلة الأخرى متعلقة بقطاع الخدمات المالية. هذه المذكرة بالتأكيد هي مجرد مؤشر أو لها دلالة رمزية فقط. ما تحتاجه بريطانيا هو أكثر من مجرد تحرك له دلالة رمزية، وهذا يمكن القيام به، ولكنه لن يحدث مع الحكومة الحالية. يجب أن يكون هناك تغيير للحكومة. إذا تم إعادة انتخاب حزب العمال مرة أخرى، سنظل في هذا المأزق للعديد من السنوات القادمة. نعم دكتور بول، يعني
مثل هذه التحركات، هل ترى وتوافق ضيفي من بروكسل بأنها تحركات رمزية، بالتحديد ما يخص كبح جماح ارتفاع أسعار الغذاء، أم أنها بالفعل تحركات ربما تكون فيها بارقة أمل للتعامل مع أسعار الغذاء وهي المهمة في هذه اللحظة بالنسبة لكثير من الدراسات التي تؤكد بأن هناك أزمة غذاء في بريطانيا؟ هناك أزمة غذاء، نعم كما قلتم، العمال الزراعيين كانوا سبب في ارتفاع أسعار الغذاء بسبب نقص العمالة من الاتحاد الأوروبي. بعض الناس يقولون بأننا يجب أن نشجع العمال البريطانيين على العمل بشكل أكبر في قطاع الزراعة، ولكن هذا لن يحدث، الناس لا يريدون العمل في هذا القطاع. لذا هناك الكثير من الأمور التي يمكن تحسينها. أتفق مع كل ما قاله ضيفكم السابق وأعرف السبب الذي لن يدفع حزب العمال للقيام بأي شيء، وهذا لن يحدث، وهذه إجابة سياسية لأني خبير في مجال الأمني، ويمكنني القول أن ما يوجه كل شيء هو مشكلة السلطة. ما يحدث في موسكو هذا الأسبوع أهم من أي شيء يتم مناقشته في بروكسل اقتصاديا. كما قلنا سابقا مرارا وتكرارا، نحن دائما على بعد دقيقة واحدة من حدوث كارثة، نحن كنا على بعد شبر واحد من تولي شخص متطرف السيطرة على روسيا وإحداث حرب نووية، وهناك خطر لاندلاع حرب مدنية ونزاع مدني في بريطانيا. لذا أي أمر سياسي سيكون لديه تداعيات اقتصادية أو تداعيات أكبر من أي آثار اقتصادية. لذا اهتمامي الأكبر هو أن هناك الكثير من القضايا والإشكاليات الأمنية التي ستطغى على أي نقاط متعلقة بحقوق العمال وبقطاع الزراعة. كيف ننهي الحرب في أوكرانيا؟ هذا هو ما يجب أن نركز عليه. فكرة وجود دبابات سوفيتية وروسية هو أمر كان غير معقول. قضيت وقتا طويلا في أفريقيا وفي الشرق الأوسط أغطي بالتغطية على الحروب، وعملته في أوكرانيا عندما كنت في وزارة الدفاع. ما يهم، لا شيء آخر أكثر أهمية من إيقاف هذه الحرب. طبعا نلوم جونسون على ما حدث ونفهم، ولكن دكتور واضح الحديث واضح. أريد بس أن أنتقل في تساؤل أخير إلى الدكتور مايكل. دكتور مايكل، هل حكومة ريشي سوناك في دقيقة إذا سمحت، هل تقوم بتحركات من أجل مكافحة ارتفاع الأسعار؟ هل تراها هذه التحركات إن كنت ترى أنها تقوم بها كافية؟ هل تحتاج المزيد في دقيقة؟ لا، الحكومة لا تقوم باتخاذ أي تدابير بشأن أسعار الغذاء، وليس من الواضح ما يمكنهم القيام به. في نهاية المطاف طبعا قاموا بتخفيض أسعار الطاقة من خلال وضع سقف لأسعار الطاقة، وهذا أمر لا يمكن القيام به في أسعار الغذاء. ربما يطلب من الأسواق نفسها ألا ترفع الأسعار، ولكن هذا لن يكون له أثر كبير. لذا صعب جدا عندما نتحدث عن أسعار غذاء عالمية مرتفعة تؤثر على الإمداد الداخلي. لا يمكن للحكومة البريطانية أن تفعل أي شيء إزاء ذلك في الوقت الحالي. شكرا جزيلا لك دكتور مايكل جاكوبس، أستاذ الاقتصاد السياسي في جامعة شيفيلد. كنت معنا من شيفيلد على كل هذا الحديث وهذه الآراء. ومن كارديف البروفيسور بول موركتاف، وهو مدير مركز تحليل السياسة الخارجية في لندن. شكرا جزيلا لك. أيضا من بروكسل كان معنا السيد جيمس موران، وهو المسؤول السابق في الاتحاد الأوروبي والزميل الأول المشارك في مركز دراسات السياسة الأوروبية. مشاهدينا الكرام، قبيل ختام هذه الحلقة وهذا النقاش من برنامج الرابط، أعود وأذكركم بسؤالي هذه الحلقة واللتين حاولنا نجيب عليهما في ثنايا هذا النقاش، وهي: إلى أي مدى
تسببت سياسات بريطانيا الخارجية خصوصا بريكزيت وتداعيات حرب أوكرانيا في تردي الأوضاع في البلاد. وفي تساؤلنا الثاني أيضا سألنا عن خيارات حكومة ريشي سوناك لتجنيب لندن كارثة اقتصادية في ظل أزمة التضخم وغلاء الأسعار. وبعد هذين السؤالين خلص ضيوفي في هذه الحلقة وبعد نقاش مستفيض إلى أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كان سببا رئيسيا لبدء الأزمة الاقتصادية ولا سيما تلك العملية التي عقبها نقص كبير في سوق العمالة، وبعد ذلك أتت جائحة كورونا وحرب أوكرانيا لتكون سببا في ذلك. كما رأى ضيوفي في هذه الحلقة بعد نقاشهم بأن الخيارات باتت ضيقة أمام حكومة ريشي سوناك لمحاربة التضخم والتعامل مع أزمة الأجور، لذا فهي أمام ضرورة اتخاذ إجراءات مشددة تمنع حدوث أزمة اقتصادية كبيرة في البلاد. نهاية هذه الحلقة من الرابط، غدا ملف جديد وحلقة جديدة، في أمان الله.